طمنا عبر الهاتف دلوقتي الأستاذ إيهاب الخطيب، مدير تحرير جريدة الوطن. مساء الخير عليك يا كابتن إيهاب. مساء الخير يا كابتن شيما، عليكي وعلى كل مشاهدينك الكرام. منورنا في تمامات. ربنا يخليك يا ست الكل. طيب في البداية كده، طبعا الموضوع اللي شاغل الناس من امبارح لحد النهاردة يمكن القرار بيع أو إعارة عبد الله السعيد، عرضه للبيع أو للإعارة طلع امبارح بعد منتصف الليل. من امبارح للنهاردة الناس كلها بتتكلم في الموضوع ده، ليه النادي الأهلي بيمدد له عقده طالما هيعرضه للبيع؟ إيه اللي حصل؟ إيه اللي ضايق النادي الأهلي؟ إيه ليه مجلس الإدارة برئاسة كابتن محمود الخطيب أخذ القرار ده؟ طيب في البداية أحب أقدم واجب العزاء لزميلي إبراهيم فايق، طبعا إبراهيم فايق في وفاة والدته، ربنا يرحمها يا رب، البقاء لله، ربنا يصبره، البقاء لله. موضوع عبد الله السعيد موضوع واضح جدا، إن عبد الله أولا بس اللي ما يعرفوش، عبد الله من اللعيبة اللي عنده شخصية كبيرة، عنده تحرك ذاتي، بياخد قرارات جريئة، مش سهل تقنعه بحاجة ومش سهل تأثر فيه، وسهل ياخد قرار هو شايفه ان هو صح، فشخصيته قوية شوية، بجانب انه لعيب هادي قوي اللي هو بيسموه في لغة الكرة، يعني ودي مش عيب في كرة، ده لعيب بارد بيبقى هادي كده بزيادة. عبد الله سعيد بدأت القصة معاه بالتفاوض مع النادي الأهلي. عبد الله طبعا هو يشعر ويعلم ويدرك تماما ان ده العقد الاخير ليه في مسيرته. الراجل شاف ان هو عايز يحقق قيمه ماليه معينه، هو ضيع الامور شويه مع مجلس المهندس محمود طاهر. على فكره مجلس المهندس محمود طاهر سايب تقريبا 7-8 لعيبه كبار في الفريق اساسيين ما كانوش مجددين، فالمجلس الجديد جه في شهر 11، يعني ما فيش خلاص، فاضل يعني نص موسم على اللعيبه كلها، معظمها مضى، بقاش اللعيبه احمد فتحي وعبد الله السعيد. عبد الله السعيد الراجل كان عنده اكتر من عرض، الراجل صحيح. كان عنده اكتر من عرض في اعراض وفي وفي، في ظل الظروف دي كلها دخل مسؤولي الزمالك وابتدوا يتكلموا تحديدا مع عبد الله السعيد واحمد فتحي، ولكن الامور تطورت مع عبد الله السعيد وبداوا بصراحه عرضوا عرض كبير جدا جدا على عبد الله السعيد. العرض وصل ل 90 مليون جنيه في 3 سنين، العرض تحديدا او العقد. طب هو نادي الزمالك اصلا قادر ان هو يدفع مبلغ زي ده في ظل طبعا الازمات الماليه اللي احنا كلنا عارفين ان هو بيمر بيها دلوقتي؟ ما انا هقول لحضرتك على حاجه، العقد سنتين، وانا قلت الكلام ده عندكم في القناه قبل ما اي حد يعرف اي حاجه، قلت العقد سنتين بسنتين اجباري وسنه بالتراضي، بمعنى ايه؟ ان اول سنتين ب 60 مليون يحصل على 50 مليون عند التوقيع و10 مليون في الموسم الثاني، والموسم الثالث بموافقه الطرفين لو وافقوا ياخد 30 مليون، اي طرف عايز يفسخ التعاقد يبقى العقد سنتين بس. ده العقد اللي وقع عليه عبد الله السعيد واللي حصل على اصله على 50 مليون جنيه مقدم تعاقد، وده كان شرطه. الغريب والطريف ان عبد الله السعيد كان عنده الفرصة انه يحصل على قيمة مالية اكبر من ما هو متخيل من عرض الزمالك من خلال بعض محبي النادي الاهلي، لكن الاهلي في الاخر عقوده يعني اللعيبة لها قاعدة معينة، لان الاهلي ومجلس ادارة النادي الاهلي ولجنة الكرة في النادي الاهلي رفع شعار واحد بس، الحفاظ على الفريق اهم من الحفاظ على لاعب. طالما انت قدمت له كل الخدمات وكل الامور المطلوبه واللعيب لم يستجب، يبقى انت بتحافظ على الفريق ما بتحافظش على لاعب. فبالتالي عبد الله في اخر 48 ساعه اللي فاتوا قبل التوقيع كان بيتهرب بشكل كبير من التواجد مع مسؤولي الاهلي. في نفس الوقت مسؤولي الزمالك اللي ابتدوا يعلوا يقولوا ان في صفقه قارن، في صفقه مهمه، وفي صفقه هتيجي، وابتدوا يضغطوا، والبعض قال لك ما يجي صفقه قارن، ولكن مع حديث مسؤولي الزمالك ان صفقه القرن قد تكون من الاهلي، الاهلي ما كانش عنده غير 2 لعيبه اللي هم عليهم فتحي. احمد فتحي وعبد الله. احمد خلص، ولما احمد فتحي خلص خلى موقف عبد الله السعيد خلاص هو لعيب واحد. من الضغط والحديث مع عبد الله اللي اتهرب كتير جدا من مسؤولي النادي الاهلي، على فكره عبد الله السعيد لم يجلس مع الكابتن محمود الخطيب ابدا في التفاوض، ولا كابتن محمود الخطيب بشكل شخصي عرض عليه اي حاجه،
ولا قعد معاه ورفض ان يقعد معاه ولا الكلام اللي كان بيتكتب خالص تماما. والكلام ده على مسؤوليتي الشخصيه. عبد الله السعيد اتقدم له عرض من الكابتن سيد عبد الحفيظ، وتقدم له ملحق منه من الكابتن عدلي، وتقدم له الكابتن ديزو قعد اداله التفاصيل الكامله، والكابتن محمود الخطيب قال لهم وقف تفاوض. مفيش حاجه اسمها نروح ونيجي ونتكلم، خلاص احنا ده اخر كلام عندنا مش هنتكلم تاني. وقف النادي الاهلي التفاوض خالص، ولكن مع الحديث عن قصه صفقه القرن ابتدى الاهلي يتكلم مع اللعيب بتاعه، وكانت المفاجاه. المفاجاه دي اللي كانت امبارح بعد جلسه مع كابتن سيد عبد الحفيظ اللي بذل دور كبير جدا مع اللاعب. اللاعب يعني اعترف ان في حاجه بينه وبين مسؤولي نادي الزمالك، على الفور تم اقناع اللاعب والتمديد معاه وقع على العقود وراحوا لاتحاد الكوره، كان الساعه 5 الا ربع قبل ميعاد الاتحاد ما يقفل، وتم تمديد التعاقد مع اللاعب لموسمين مقبلين. الكل اعتقد ان القصه انتهت عند هذا الحد. في التوقيت صحيح كان مدير الكره بالنادي الزمالك موجود مع المهندس هاني ابو ريده في اتحاد الكوره لانهم متابعين القصه، كابتن ايمن حافظ، وبلغ المهندس هاني ابو ريده ان هو ان اللاعب عبد الله سعيد ماضي مع نادي الزمالك، وانه يعني ما ينفعش الاهلي يمدد التعاقد. كان رد اتحاد الكوره واضح، لوائح الاتحاد الدولي بتقول ان اللاعب في خلال الست شهور الاخرين يستحق، ممكن يتفاوض مع اي حد، ده حقه صحيح، ولكن عشان يتعاقد لازم ثلاث اطراف يوافقوا. يعني قصه عبد الله السعيد لازم الزمالك يعرض على الاهلي، والاهلي يوافق، واللاعب يوافق. ده صحيح. لم يحدث. واذا تم التعاقد في هذا التوقيت فباطل، يتم ايقاف اللاعب 8 شهور وحرمان النادي اللي حصل على توقيع اللاعب من القيد، خدي بال حضرتك، والغرامه. يعني نادي الزمالك لو جه يطلع العقود اللي معاه علشان يقدمها لاتحاد الكوره، وده في فتره فتح القيد الصيفي او فتح القيد الموسم الجديد، في الحاله دي لو تم التاكد والتباين من ان الاربع عقود موجودين موقع عليهم على النسخ كامله اللاعب عبد الله السعيد، في المقابل يتم ايقاف عبد الله السعيد وايضا طبعا حرمان نادي الزمالك من القيد، حرمان نادي الزمالك من القيد وتغريمه غرامه ماليه. في الاحداث الزمالك طلع وصرح وقال ان في 100 مليون جنيه شرط جزائي، وان عنده بعض الامور ان هيعرضها في مؤتمر السبت. اذا كان الصفقه اللي بيتكلم عليها الزمالك صفقه القرن هي عبد الله السعيد، فانا بقول لحضرتك الزمالك ما عندوش صفقه قرن، رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور ما عندوش صفقه قرن، هو كان بينوي ان هو يتعاقد مع فتحي ومع السعيد، مع الاثنين لعيبه، ويبقى هو عمل صفقه القرن طبعا. كل واحد من حقه، فعشان كده كان رده لا ده جزء من صفقه القرن، وبعد كده بالزبط. لما تم سؤال هل احمد فتحي هو صفقه القرن، فهو رد قال ده جزء من صفقه القرن. حضرتك هو قال ان احمد فتحي صفقه القرن علشان يرفع الضغوط من على عبد الله السعيد، ويشغل نظر الناس، تركز ان صفقه القرن انتهت باحمد فتحي عشان يفاجئ الناس ويقول لهم ان صفقه القرن الحقيقيه هي عبد الله السعيد. ولكن يعني التفكير او طريقه التعامل تنجح، وبتمديد القصه اعتقد كل الناس وجماهير الاهلي الموضوع انتهى، ولكن الكابتن محمود الخطيب يفاجئ الجميع ويحافظ على قيم ومبادئ النادي الاهلي، وعلى الفور قرار مجلس اداره واعلام الكابتن محمود الخطيب ولجنه الكره بعرض عبد الله السعيد للبيع، قرار غير معلن بتجميد اللاعب وعدم ارتدائه القميص الاحمر مره اخرى وتمثيل النادي الاهلي. طيب خليني اسالك بس سؤال، هل عبد الله السعيد كان عنده شك ولا 1% انه يحصل كده معاه قبل ما يجدد؟ انا اقول لك حاجه، عبد الله السعيد عندما اتخذ قرار بالتمديد للنادي الاهلي ترك كل حاجه لان اداره الاهلي تعملها، لانه اقر امام الجميع انه اخطا، وكان يجب عليه ان يصحح خطاه من وجهه نظره. انا ما بقولش كلام، انا بقول كلام، هو الراجل شاف ان هو اخطا فقال للناس انا تحت امركم، انا همدد وشوفوا اللي انتوا عايزينه اعملوه. راى مجلس اداره النادي الاهلي ان عرض اللاعب
للبيع هو الحل الأمثل، وبصراحة الحل اللي 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 فرح كل جماهير الأهلي. وجهة نظر جماهير الأهلي شافت أن الكابتن محمود الخطيب هو الامتداد الطبيعي للكابتن صالح سليم ورؤساء النادي الكبار مثل أمثال كابتن حسن حمدي، كابتن صالح، الناس اللي هي نقدر نقول عليهم عاملين حاجة اسمها القانون الأهلي أو قيم الأهلي وبتقدر تطبقها. خلي بال حضرتك، ممكن أي حد يتحط له قانون، إنما تطبيق القانون اللي أنت بتحطه صعب جدا. لذلك كان قرار كابتن محمود الخطيب ولجنة الكرة ومجلس الكرة ومجلس إدارة النادي الأهلي كان قوي جدا بعرض عبد الله السعيد للبيع. طب خليني أخد الموضوع من ناحية تانية. هو عبد الله السعيد من الأول، من بداية انتقالات يناير، وهو أصلا بيسعى إن هو يطلع في إعارة بره، ففي الاخر الدنيا دارت ولفت وحصلت سيناريوهات كتير قوي قوي قوي، وفي الاخر برضو اللي عايزه عبد الله السعيد هو اللي هيحصل. كويس جدا. عبد الله السعيد كان عايز يطلع اعاره وفي نفس الوقت بمبلغ مادي كبير جدا. هو فعلا حصل على المبلغ اللي هو عايزه. وحضرتك باقي له 6 شهور او كان باقي له نص موسم، فبالتالي يخرج اعاره من غير ما يجدد مش صح. ففي الحاله دي ارتقى لجنه الكره والنادي الاهلي انه اللاعب يجدد وبعد كده يشوفوا. وثانيا ان كل الاعارات اللي خرجت من النادي الاهلي خرجت وفقا للرؤيه الفنيه. يعني ما فيش حاجه اسمها اصل الاهلي طلع، يعني الناس كلها لما جه الاهلي طلع معظم عدد من اللعيبه اعارات للدوري السعودي، الناس قال لك الناس بتبيع الفرقه وبتاع. لقوا ان الاداء والنتائج بقت افضل، ولقوا ان في ارتياحيه لتثبيت الفريق ووجود بعض اللاعبين البدلاء، ولقوا ان النادي واللعيبه استفادوا استفاده اقتصاديه. اما عبد الله السعيد لم يحقق ما اراد، لان عبد الله السعيد الراجل كان حاطط القصه من منظور مالي شويه، وهو وجهات نظر وحريه شخصيه. طب خليني اسالك يا استاذ ايهاب، هو في الاخر مش حاصل على المبلغ اللي هو كان بيسعى ان هو يحصل عليه؟ المبلغ اللي حصل عليه عبد الله السعيد او اللي وقع عليه في العقود اللي راح اتحاد الكوره 15 مليون جنيه في موسمين. في الموسمين ده غير الفلوس الثانيه اللي اخذها من تركي الشيخ. والله انا يعني الكلام ده هل هو مثبت؟ هو مش مثبت، بس اكيد كل الناس عارفه الموضوع ده كويس. طب ما يعني تدخل مستشار تركي الشيخ في الموضوع ما كانش تدخل معنوي. بص انا اقول لك حاجه، من المؤكد انه ما كانش تدخل معنوي كويس، لكنه مش بالتدخل اللي الناس ممكن تتصوره. لان حضرتك ممكن تحط رقم وانا ممكن احط رقم واي مشاهد بيشوفنا دلوقتي ممكن احط رقم، لكن اكيد حصل تدخل ما اكيد. يعني انا ما بنفيش ده، لان اكيد ده حصل. لكن قبل ما يحصل ده في لغبه من اللاعب باعترافه بالخطأ وبالتمديد. لأن كان ممكن اللاعب خلاص يا جماعة أنا قضيت ومش هقدر، يعني هل كيف كان سيتم إجبار اللاعب على الاستمرار في النادي الأهلي؟ بس ولولا إن رغبته كيف كان هيتم إقناعه إن هو يستمر في النادي الأهلي؟ لو هو مش عايز، لو هو مش عايز بالفلوس. لا ما أعتقدش الفلوس اللي هو كان عايزها. لانه ما هي المشكله من الاول يا استاذ ايهاب كانت مشكله ماديه، ما كانتش مشكله في اي حاجه تانية. كويس جدا ان هو لو شايف ان المشكله كانت ماديه، ما هي المشكله ما اتحلتش ماديا برضه. ماشي خلينا نقول يعني كده. طب خليني اسالك سؤال تاني. القيمه كبيره قوي اللي خد، يعني حضرتك ده هو اللعيب خد 50 مليون جنيه في ايده. خدي بالك بقى ان نادي الزمالك يطلع للاعب في الدوري المصري في موسمين 60 مليون جنيه وياخد 50 مليون جنيه عند التوقيع، دي نقله صعبه قوي في الكوره. طيب خليني اسالك سؤال تاني. النادي الاهلي ليه كان مصر ان هو يمدد عقد عبد الله السعيد برغم ان هو اكيد كان عارف ان هو مضي لنادي الزمالك؟ طبعا اجابه واضحه جدا، علشان ما يروحش على نادي الزمالك. لان التمديد الحاله الوحيده عفوا التمديد الحاله الوحيده اللي تخليه مكمل في النادي الاهلي شكليا، ولا يحق لنادي الزمالك لاظهار العقود. واذا اظهر نادي الزمالك العقود يتم معاقبه اللاعب ومعاقبه نادي الزمالك. طب حسام حسن راحوا من الاهلي للزمالك، ابراهيم سعيد وغيرهم، يعني في امثله كتير. ليه 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 النادي الاهلي تمسك قوي بعبد الله السعيد؟ لا لا لا، حضرتك لما تيجي تقولي حسام او ابراهيم، او طبعا دول كلهم كباتن كبار، كابتن حسام كابتن ابراهيم وابراهيم سعيد وايا كان، لكن الصفقات دي كان النادي الاهلي
هو اللي يعني وجه شكر اللعيب، فبيسيب لك الحريه تروح الحته اللي انت عايزاها. انما حسام حسن وابراهيم حسن ما انتقلوش للزمالك وهم على ذمه النادي الاهلي، الوضع يختلف تماما. طيب خليني برضو اسالك بقى على حاجه تانية خالص. دلوقتي عبد الله السعيد ده لاعب دولي، لاعب في منتخبنا الوطني الاول، لاعب عنده كمان شهرين كاس العالم روسيا 2018 اللي احنا بنتنشق عليها بقى لنا 28 سنه. تتوقع الضغط العصبي اللي هو فيه دلوقتي ده هياثر على مستواه؟ اعتقد ان عبد الله زي ما انا قلت لك لعيب عنده امكانيات يعني احترافيه كبيره وامكانيات شخصيه، سمات شخصيه. من سماته اللي هو بيتعامل تحت ضغط. يمكن برضه اللي ما يفتكرش وهو جاي من الاسماعيليه كان حصل حرق البيت وحاجات كده في الاسماعيليه، وهو يعني ما تاثرش بالشكل الكبير في 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 توقيتها، ولكن الموضوع اختلف بوجوده في القاهره وشعبيه النادي الاهلي وايضا شعبيه الزمالك. ما هو انت بقيت بين جمهور الزمالك اللي انت اعتقدت اللي انت بتفرحهم وبين جمهور النادي الاهلي اللي انت اغضبتهم، فبالتالي انت خسرت الاثنين. فدي يعني هو اللعيب فكر تفكير معين وادرك تماما انه اخطا في التفكير لانه عدل قراره. تعديل القرار ده معناه انه اخطا في اتخاذ، يعني حضرتك لما تاخدي قرار تيجي ترجعي فيه، ده اعتراف من اي واحد خد القرار ان هو اخطا في القرار. كل ده من وجهه نظره هو. كل ده من وجهه نظره. قصه كاس العالم مختلفه تماما، لان اللعيب كده كده كان هيريح الماتشات المتبقيه في الدوري مع النادي الاهلي. وايضا اللعيب عنده اصابه على فكره، يعني برده مش عايزين يعني الناس تقرص عليه تقول لك اصابه جدا، لا عنده كدمه في وش رجله وعنده تورم. في ماتشين في شهر مارس يستعد بيهم كويس جدا، وفي معسكر المنتخب اللي في شهر 5 وماتشات يستعد بيهم كويس جدا، وهيكون فاصل تماما عبد الله السعيد، عايز يأدي، عايز يظهر بشكل كويس. هو بقى يقدر يتحكم في نفسه وفي ظهور نفسه وفي امكانياته. لكن وده اللي على فكره بقى هقول لك على سر، حصلت مكالمه من احد اعضاء الجهاز الفني للمنتخب المصري وطلبوا عبد الله السعيد باعلان موقفه النهائي، لانهم حبوا يعرفوا منه موقفه ايه. هو ما ريحهمش، عشان برضه ادي لحضرتك معلومه، ما ريحهمش تماما. وما رضيش يقول لهم ان هو لا ارتبط هنا بكلمه ولا مجدد هنا. فكانت رساله كوبر لعبد الله السعيد واضحه جدا، حدد موقفك لان مستواك وامكانياتك في الفتره المقبله هتتحدد على هذا القرار، لانك محتاج تركز قبل كاس العالم. دي الرساله اللي راحت من مستر هيكتور كوبر تحديدا لعبد الله واحمد فتحي. شكرا ليك استاذ ايهاب الخطيب، مدير تحرير جريده الوطن.